يا مشاهدين شوف تي في، اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مره اخرى في هذا البث المباشر من هنا من مدينه الدار البيضاء. لان بعد الجريمه اللي وقعت في الصباح ديال هذا اليوم الساعه الثالثه صباحا هنا بهذا المكان هنا يعني امام هاد المقهى، يعني جوج ديال الشفاره تعرضوا لواحد السيد. اذا صاحب مقهى مسكين كيتفاجئ لانه بالسيف انسان كيحل المحل كيسمع بان واحد ميت لي حدا القهوه ديالو غادي يتفاجئ. كنذكروا بانه هاد السيد تفاجئتي الحاج ياك؟ والحاج تفاجئتي بهذا الشيء؟ جاتك غريبة هذا الشيء؟ وا بنات المرأة راه حنا راه كنمشيو هنا الستة ونص السبعة حنا كنمشيو في ديالها عرفتي علاش؟ كيشدوا هادو كتقول الدنيا خاوية بصح اللي خاوية صح حنا مشينا صح عرفتي في العشية راه شحال شي واحد شي مليون راه جبدوا لها خسروا لها وجهها شنويه خسروا لها وجهها واحد اخر حيدوا لها التليفون فهاد السيكتور هذا اذا هذا الشارع ولا خايب على هذا الحساب لا ماشي الشارع هذا القنت هذا ولا خايب هذا ما بقى داك الشيء اللي كان بكري ما بقاش الحاج ما بقاش داك الشيء وراه تصور دابا راه البارح هاد الكارثه وقعت البارح هنا في هاد الليسالي هنا وراه علاش دابا ان شاء الله الكاميرا غادا تبين هاد المجرمين هادو خصهم يبانو ومشيو للحبس خصهم للحبس. اذا كيف ما سمعتم على مشاهدينا الاوفياء فهاد السيد هذا صاحب المقهى فمسكين تفاجأ بهاد الاخبار هادي يعني في انتظار انه رجال الامن يعني في انتظار رجال الامن غادي باش يوصلوا اكيد الكاميرا المثبته ف ياك الحاج الكاميرا كاينه هنا خدامه والله ما عرفت اخويا هذا اللي برا ما عرفت هذوك اللي لا خدامين هاد الجوج هادو ما عرفت ما عرفتش واش لو شحال امتى جربتوا الكاميرا اخر مره جربتوها انتم ياك عرفتي ما كانتش خدامه مشكله اذا اكيد غادي يتم الاستعانه بكاميرا ديال المراقبه على قبل باش تم معرفه هاد المجرمين هادو اللي قاموا بهاد العمليه هادي وقتل هاد الشخص المسن فقط من اجل سرقه دريهمات معدوده كيف ما كنقولوا. يعني لاحظوا هذا هو الشيء اللي ما مفهومش في هاد الجينيراسيون اللي ولات دابا. يعني هاد راه تم القاء القبض على احد الاطراف كيف ما قلت بانه جريمه وقعت هنا امام هاد القادوس هنايا ورجال الامن راه اعتقلوا حد ربما لحد الان احد المشتبه فيهم لغايه انتهاء من التحقيق والشخص الاخر لانه على حسب كانوا شي شهوده يعني ليش الحارس الليلي كان اذا على حسب الحارس الليلي كان كيقول بانه كانوا جوج ديال الاشخاص واحد داير قبيه كحله والشخص الاخر هذاك اللي مول قبيه كحله هو اللي هرب ولكن ثاني غادي يهرب اكيد هاد الكاميرا المتبعة
فات هنا في هذا المقهى، فغادي يتم التفريغ ديالها لمعرفة هذا المجرم هذا اللي قتل هذا السيد هذا مسكين الله يوليه برحمة الله، اللي كنتمنوا له الرحمة يا رب العالمين. ومرة أخرى ما عرفناش هذه البلاد فين غادي نبيع هذا الجيل اللي كاين دابا، ما عرفتش. مرة أخرى كنا كنتمنوا، راك سمعتوا التصريح ديال صاحب المقهى كيقول لك أودي حنا كنمشيو مع 6:30 كنمشيو في حالاتنا، 6:30 حنا 6:30 قال لك كنمشيو في حالاتنا. علاش؟ قال لك هذه المنطقة هنا ولات صعيبة، كطيح الظلمة ولات هذه المنطقة ولات صعيبة. قال لك واحد الصينية آسيوية باش ما نعرفوهاش من كوريا ولا واحد الآسيوية، قال لك أودي تعرضت للسرقة ديال الهاتف ديالها وتم الضرب ديالها، يعني على حسب سي واحد كيقول لك أودي ضربت في وجهها، الآخر قال لك مشي على التليفون. المهم كاين تضارب ديال المعلومة، المهم اللي كيهمنا هو أنه هاد الآسيوية أو هاد الأجنبية تمت سرقت الهاتف ديالها في هاد المنطقة بالضبط. إذا لهذا فالناس كيسدوا بكري مع 6:30 من أجل تفادي بعض المفاجآت ديال بعض المنحرفين وبعض الخارجين على القانون. مرة أخرى كنترحموا على السيد هذا وكنتمنوا أنه يتم إمساك هاد المجرمين هادو باش ينالوا أقصى عقوبة، لأنه بحال هاد الناس هادو ما خصهمش يبقاو يدوروا برا، باش تكون عندهم القتل والروح تكون عندهم بهاد السهولة أنهم يديروها، فهادو ماشي هادو ما كيتحسبوش بشر. إذا بقى لي أن أودعكم على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر. مصطفى القرناوي من طاقم شوف تيفي يحييكم، إلى اللقاء.